إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله، ولم أر أجفى أو أشد قساوة عليهم من المنصور، لا طاب مثواه أباد بسيف البغي أبناء وما هجعت عن جعفر قط عيناه، فما زاد بالإيذاء يقصد جعفرا، وقد طال منه إذرع الصدر إذاه، وقد أضرموا عن أمره النار في الفناء لإطفاء نور قد أبى الله إطفاء، وجاءوا به رقت هنالك أعداءه، كم الله الحاج بيجينا بظلمة الليل ويتسور البيت ويهجم بالرجاء على فراش ياخذون ودمعه يسيل مقيود مثل المرتضى اللي قاد بحبا، وناب يمنعون عن دعاه صلاته، ومن وسط محراب يجرون بعباته، ولجلة تشب الجيب حراته، وبناته في الدار تصارخ عليه جميع العيال، هذه تنادي شحالة الزهرة البتولة يوم هجم عليها وخذوا عز الحمولة، وهذه تنادي
الله يعين العتيلة يا من ذبحتها وبقت في ولي تنزى عظم الله أجوركم لا زال المنصور يغدي الإمام إلى أن أمر واليه على المدينة بأن يدس له السم فدس الوالي للإمام ثم النقيعة لما وصل إلى جوفه تقطعت أمعاءه ألقى بنفسه على فراشه يتقلب يمينا وشمالا حضر عنده ولده الإمام الكاظم وبقية أهل بيته وهم يبكون وينادون وأبتا يا أبا شعبت قلوبنا يا خفف الولا كلمة ما تقعد تشوف الحرام تصفق الراحة فلك عزف على السلام يا ولينا وخليفة البطاير يعالج حر اسمه ويقول يا ابني بالسلامة ويلنا قم ما يفيد في قلبي دواء واذكر المظلوم يا من وقع وبسهام قلبه موزعين يا ابني غريب الغاضرية يوم وقع وبسهام جبد من فري وما تبعطش والماي مهرم مزكي وحرقة وخيامة وسلبة أجركم الله ثقل حال الإمام أدار عينه في أهل بيته ثم مد يديه ورجليه وغمض عينه سكن أنينه وفاض قام الإمام الكاظم بتجهيز أبيه ويلي قام ابنه الكاظم يجهزه والقلب ذاب لا شاف ضربة بالجسد لا عاين صواب ولا شاف طعنة بجثته ولا شلع للشاب ولا عاين من الخيل أضلاعه كثيرة ويلي يا سعد الله قلب أبو محمد
أبو محمد السجاد من عاد لحد والده ويدفن الأجساد 70 جثة اللي دفنها كول أكول وأولى بقبور ناس وناس حطهم بالحفيرة تركوهم على الصعيد ثلاثة اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى براتب أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية احفظ الحاضرين ومن يبوز بهم واقض حوائجهم ورحمتهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلاة طالب حياك الله حياكم حياكم الله أحسن حياكم الله على الخير الله يحفظكم ان شاء الله عليه السلام نعم عفى الله عليكم تبارك الله الله تابينا